الرئيس السيسي يؤكد الأهمية التي تليها مصر لتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة خاصة على الصعيد الأمني والاستخباراتي. مدبولي يؤكد مواصلة خطوات الدولة نحو التحول الرقمي تماشيا مع رؤية مصر 2030. مصر تعرب عن تعزيها في ضحايا انفجار عقار وتدعو لسرعة اتخاذ الإجراءات لإنقاذ لبنان من أزماته. الثالثة مساء في القاهرة، الواحدة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأهمية التي تليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الراسخ مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات خاصة على الصعيد الأمني والاستخباراتي في ضوء انتشار خطر الإرهاب والتطرف. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول التوترات بمنطقة شرق المتوسط إلى جانب تطورات الأوضاع في أفغانستان، فضلا عن مستجدات كل من القضية الفلسطينية وملف سد النهضة وكذلك الأزمة في ليبيا. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد ويليام بيرنز مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وذلك بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك السفير جوناثان كوهان السفير الأمريكي بالقاهرة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بالمسؤول الأمريكي وطلب منه نقل تحياته إلى الرئيس جو بايدن، مؤكدا سيادته الأهمية التي توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات خاصة على الصعيد الأمني والاستخباراتي في ضوء انتشار خطر الإرهاب والتطرف. من جانبه نقل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى السيد الرئيس تحيات الرئيس الأمريكي، معربا عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من تعاون وعلاقات وثيقة، ومؤكدا حرص الولايات المتحدة على التنسيق المستمر مع مصر إزاء التحديات المختلفة، لا سيما في ضوء تطورات الأوضاع بمنطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط والقارة الإفريقية، مثمنا في هذا الإطار قيادة السيد الرئيس لجهود تدعيم الأمن والاستقرار إقليميا، الأمر الذي رسخ من دور مصر كمحور اتزان للأمن الإقليمي بأسره. اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الصلة، كما تطرق اللقاء إلى تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة على مستوى التوترات بمنطقة شرق المتوسط إلى جانب تطورات الأوضاع في أفغانستان، فضلا عن مستجدات كل من القضية الفلسطينية وملف سد النهضة وكذا الأزمة في ليبيا. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية اتخذت خطوات كبيرة في سبيل التحول الرقمي تماشيا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية مصر لتحقيق التحول الرقمي. وخلال اجتماعه لمتابعة الخطوات التنفيذية لتطبيق منظومة التحول الرقمي بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أكد مدبولي أن الاجتماع يستهدف متابعة سير العمل والخطوات التنفيذية لإتاحة مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين على البوابة الحكومية الإلكترونية بالتزامن مع قرب الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة. من جانبه استعرض وزير الاتصالات عمرو طلعت استراتيجية مصر الرقمية التي ترتكز على 3 محاور رئيسية تتمثل في رعاية الإبداع وبناء القدرات الرقمية والتحول الرقمي.
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عرضا توضيحيا بعنوان مصر تمضي قدما نحو اقتصاد غير نقدي. ويسلط العرض التوضيحي الضوء على تقرير دليل التكنولوجيا المالية في المنطقة العربية، حيث أكد التقرير أن مصر ضمن الدول التي يدير بنكها المركزي عملية التحول إلى اقتصاد غير نقدي بنجاح. ويتكون قطاع تكنولوجيا التحصيل والدفع الإلكتروني في مصر من 39 بنكا و39 شركة تأمين و900 شركة مالية متناهية الصغر ومنظمة مجتمع مدني و4 شركات لتشغيل شبكات الهواتف المحمولة و50 شركة تحصيل ودفع إلكتروني. يمثل النهوض بقطاع الصناعة الوطنية نهجا استراتيجيا للدولة وأولوية متقدمة في خطط التنمية الاقتصادية المستدامة. لهذا حرصت الدولة على تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال العديد من البرامج والمبادرات بهدف دعم الصناعات الوطنية. باعتبارها العمود الفقري للتنمية الاقتصادية وما تمثله من أهمية في مكافحة البطالة، تولي الحكومة اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لأهميتها في زيادة القيمة المضافة الصناعية ودعم الصناعات الوطنية. البداية كانت عندما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2016 عاما للشباب، ودعا إلى ضرورة اعتماد الدولة في مشروعاتها العملاقة على قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بهدف إشراكه في خطة التنمية الاقتصادية. اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوجيهاته المستمرة لكافة أجهزة الدولة لحل أي عقبات تواجه الشباب أعطى دفعة كبيرة لها، وهو ما أكده في كلمته خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، من أن الدولة حريصة على تسهيل الإجراءات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. هنعمل المشروع، تخش حضرتك يعني عايز تعمل شغل تاخد المكان، مش كده يا دكتور اسامه؟ ونقدر نوفر لك كمان سواء كان من خلال الجهاز او من خلال البنوك تمويل للمشروع اللي انت عايز تعمله. يبقى انا وفرت عليك مراحل قد ايه؟ وفرت عليك انك انت الارض دي اترفقت ولا ما اترفقتش؟ الارض دي قدرت تلاقي فلوس تعمل فيها المشروع الصغير، مصنعك ولا ما عملتوش؟ قلنا هنخلص ده كله. يعني ايه؟ يعني انا هخش الاقي مكان زي ده اشتغل عليه؟ ايوه فهمت. كما جاء إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليتولى مهمة دعم وتشجيع وتمويل تلك المشروعات، حيث يعمل الجهاز على تنفيذ توجيهات الدولة وتوفير التمويلات اللازمة للتوسع في إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة في القرى الريفية المستهدفة من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، حيث تم تخصيص وضخ 1,100,000,000 جنيه لتمويل الآلاف من المشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع كبرى البنوك وبكافة محافظات الجمهورية. كما أطلقت الحكومة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك، الذي أسهم في تنفيذ 2,103 مشروعات بقروض بلغت 300,000,000 جنيه، وأسهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من 18,000 فرصة عمل في جميع المحافظات. وللمزيد ينضم إلينا محمد عبد الملك، رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني دعم من الدولة وتيسيرات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق متطلبات التنمية في مصر، أهم وأبرز التسهيلات التي يقدمها الجهاز للمستثمر الصغير، وكيف يمكن للمواطن المصري الذي يرغب في الاستثمار الاستفادة من هذه التسهيلات والإجراءات؟ مساء الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين. يعني بداية، جهاز تنمية المشروعات بيقدم كل أوجه الدعم لأصحاب المشروعات القائمة والراغبين في إقامة مشروعات، ودي من الحاجات المهمة جدا اللي لازم نركز عليها. يعني الراغبين في إقامة مشروعات دايما بيحتاجوا حد يعني ينور قدامهم الطريق ويعرفهم إزاي يتحركوا من حيث النواحي الإجرائية والقانونية، من حيث النواحي التمويلية وما إلى ذلك. عشان كده الجهاز عامل منظومه للتعامل مع اصحاب الراغبين في اقامه مشروعات، بدايه من التدريب على ازاي هو اصلا هيدير المشروع بتاعه. فاحنا مصممين برنامج تدريبي بيتدرب فيه لمده 6 ايام متواصله، بيطلع من الست ايام دول متعلم كل حاجه عن المشروع بتاعه،
ازاي يديره، ازاي يعملوا دراسه تسويقيه، ازاي يعملوا الدراسه الماليه الى ان ينتهي الى ان معاه مستندات كامله عن المشروع بتاعه. ننتقل بعد كده للمرحله المهمه جدا في اقامه المشروع نفسه، في تاسيس القانون المشروع. القانون الجديد للمشروعات الصغيره قانون 52 بيدي فرصه ذهبيه للراغبين في اقامه مشروعات انه من خلال شباك واحد موجود في جهاز تنميه المشروعات الصغيره يتوجه اليه الراغب اقامه مشروع. في الحاله دي بيحصل على كل المستندات والاوراق الرسميه اللازمه لاقامه المشروع من مكان واحد، يعني بيحصل على الرخصه والسجل التجاري والبطاقه الضريبيه والتامينات الاجتماعيه كله من خلال منظومه واحده موجوده في شباك واحد بيطلع منها في وقت محدد بورق ساري لمده سنه غير قابل للايقاف الا بمعرفه الجهاز. ودي نقطه مهمه جدا بنريح فيها الراغب في اقامه مشروع ان هو يتعامل مع موظف واحد وشباك واحد. ثم يلي ذلك الدعم المهم اللي دايما الناس بتدور عليه الا وهو التمويل. الجهاز بيتيح تمويل قدره يصل الى 10 مليون جنيه للمشروع الواحد اذا كان مشروع صناعي جديد، و5 مليون جنيه لو كان مشروع صناعي قائم، و3 مليون جنيه لاي مشروع غير صناعي. طبعا ده الاسعار فوائد يعني بسيطه جدا، واصلا طريقه حسابها مش مركبه ولا مقطوعه، طريقه حسابها بنظام الفائده البسيطه. يعني كمان اجراءاته ميسره جدا، يعني عايز اقول لحضرتك لحد مثلا 100,000 جنيه ممكن تبقى مستندات بسيطه جدا بيقدر يتقدم وياخد القرض بتاعه. الجهاز بقى دوره ما بيقفش على فكره التمويل وبس، الدور اللي بقى بعد التمويل هو الدور الاهم. ازاي نوقف صاحب المشروع على رجليه، وازاي ندعمه في استمراريه المشروع من حيث دعمه في التسويق لمنتجات المشروع بتاعه من خلال اشراكه في المعارض المختلفه. انت عارف حضرتك احنا عندنا معرض دائم للجهاز تقريبا بيشتغل طول السنه لتسويق منتجات اصحاب المشروعات الصغيره والمتناهيه الصغر، واشهر معرض طبعا بنعمله معرض ترافنا السنوي اللي بيشرفنا يعني فخامه الرئيس بافتتاحه كل سنه. ده كله بتبقى وسائل دعم لاصحاب المشروعات. عندنا كمان اليه مهمه جدا للي بينتج منتجات تقدر الحكومه تكون محتاجاها او تشتريها، احنا بنتيح فرصه للمشتريات الحكوميه من اصحاب المشروعات الصغيره والمتناهيه الصغر بنسبة 20% من المشتريات الحكومية و20% أخرى لأصحاب المشروعات المتوسطة. طب هل في اشتراطات يا أستاذ محمد للمجالات في مجال المشروعات؟ يعني هي الاشتراطات عندنا بسيطة جدا، أهم حاجة يكون كامل الأهلية، يكون عنده 21 سنة، يكون مقيم في المحافظة اللي هيعمل فيها المشروع بتاعه أو حتى في محافظة مجاورة مفيش مشكلة، ويكون حسن السير السلوكية. دي كل الاشتراطات. لا هو السؤال عن المجال، مجال المشروع، هل بتطلبوا مجالات معينة بعينها يعني؟ لا هو طبعا الدعم الاكبر بيبقى موجه لاصحاب المشروعات الصناعيه، فكل اي حد عايز يعمل مشروع صناعي هيلاقي عنده تسهيلات كثيره جدا، سعر الفايده، فترات السداد والسماح، لكن احنا ما فيش اشتراط معين لنوع معين من المشروعات، اي مشروع نقدر نلخصه نقدر نموله. ايه النصيحه الاهم اللي ممكن تقدمها للراغب في اقامه مشروع صغير او متوسط في تلك الفتره؟ اهم نصيحه الجديه، احنا عايزين شباب جد، يعني الدوله النهارده فاتحه ابوابها لكل الراغبين في اقامه مشروعات او حتى توسيع مشروعات، وبتقدم كل هذه التسهيلات وفي هناك تسهيلات اخرى كثيره يعني، لكن النصيحه الاساسيه انا عايز شاب جد طموح عايز يشتغل وهيلاقي وراه الدوله بتسنده وواقفه معاه، وحتى لو حصل له اي تعثر في اي وقت برضه بنقف معاه مفيش اي مشكله. شرط اساسي ان يكون في جديه من ناحيه الشباب، وانا بدعو الشباب من خلال النافذه بتاع حضرتك انه يتقدم لفروع جهاز تنميه المشروعات الصغيره. احنا عندنا 33 فرع موجودين على مستوى الجمهوريه في كل محافظات مصر، يتصل برقم الخط الساخن 16733 يعرف عنوان الفرع اللي اقرب ليه يتوجه اليه وهيجد كل الدعم وكل المسانده. والشرط الاساسي اللي احنا قلنا عليه فقط يبقى فيه جديه وشاب راغب ان هو يشتغل. النهارده الدوله مش يعني اصبحت تحل ان هي تعين في الحكومه، وبالتالي المنفذ الوحيد لتوليد فرص عمل وتوليد دخل لابناء هذه البلد هو اقامه مشروعات، لان ده بيصب في مصلحه البلد ومصلحه الاصل. نعم، اذا 16733 ده الخط الساخن للجهاز لتنميه المشروعات للوصول الى التواصل مع الجهاز للراغبين في التواصل. جزيل الشكر لحضرتك الاستاذ محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي للمكاتب الاقليميه بجهاز تنميه المشروعات. أعرب
أعربت مصر عن صادق تعازيها وخالص مواساتها للشعب اللبناني الشقيق ولذوي الضحايا في انفجار خزان الوقود الذي وقع فجر اليوم بمحافظة عكار، وأسفر عن وفاة وإصابة العديد من المدنيين. وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية وقوفها التام مع الأشقاء اللبنانيين وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، داعية لسرعة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إنقاذ لبنان ووقف مسلسل الأزمات المتتالية، وأولها تشكيل حكومة لبنانية بأسرع ما يمكن وفقا لما هو معمول به منذ اتفاق الطائف، وذلك لإنهاء الفراغ الحالي دون مزيد من الانتظار. وأضاف البيان أنه يجرى الإعداد لمساعدات طبية عاجلة ترسلها مصر إلى لبنان بأسرع ما يمكن لدعمه في مواجهة هذه الكارثة. طالب الرئيس اللبناني ميشيل عون السلطات القضائية المختصة بالإسراع في كشف ملابسات وأسباب انفجار محافظة عكار وتقديم المتسببين إلى المحاكمة. جاء ذلك خلال ترأس عون اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، حيث حذر من تسييس المأساة داعيا إلى إظهار أقصى درجات التضامن في هذه الظروف الصعبة. كما طالب عون الأجهزة العسكرية والأمنية ضبط الوضع العام في منطقة عكار لتفادي أي انفلات أمني، حماية لمصالح المواطنين وسلاماتهم. قال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن إن ما لا يقل عن 28 شخصا قتلوا وأصيب 79 في انفجار خزان وقود بشمال البلاد في ساعة مبكرة من صباح اليوم. وذكرت مصادر عسكرية وأمنية أن الجيش اللبناني كان قد صادر خزان وقود أخفاه أشخاص يعملون في السوق السوداء، وكان يوزع الوقود على السكان عندما وقع الانفجار. بعد أقل من أسبوعين على إحياء الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس من عام 2020، استفاق لبنان على كارثة أخرى. من عكار كان دوي الانفجار الذي أسفر عن عشرات القتلى والمصابين من جراء انفجار صهريج وقود في منطقة عكار في شمال لبنان. الانفجار أدى إلى زيادة الضغط على المستشفيات في وقت يعاني فيه لبنان منذ أسابيع طويلة نقصاً في المحروقات ينعكس سلباً على قدرة المرافق العامة والمؤسسات الخاصة وحتى المستشفيات عن تقديم خدماتها. انفجار يزيد من آلام لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، تسببت في فقدان الليرة أكثر من 90% من قيمتها، فيما بات 78% من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر و 36% في فقر مدقع وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. هي مأساة جديدة إذن في وقت يسعى لبنان فيه إلى الوصول إلى تشكيلة حكومة يعلق عليها آمال الإصلاحات السياسية والاقتصادية. أكدت مديرية الدفاع المدني اللبناني السيطرة الكاملة على حريق خزان الوقود بعكار شمال لبنان، كما نفذت عناصر الدفاع المدني مسحا ميدانيا شاملا للمنطقة المحيطة بموقع الانفجار لمسافة كيلومتر تقريبا، وذلك للتأكد مما إذا كان هناك المزيد من الجرحى أو الضحايا. من جانبها أعلنت مديرية المخابرات بالجيش اللبناني توقيف ابن صاحب قطعة الأرض والتي انفجر فيها خزان الوقود.
ويشهد لبنان أزمة نقص حاد في الوقود، وذلك بسبب تخزين المواد البترولية لتهريبها أو بيعها في السوق السوداء، وذلك قبل قرار رفع الدعم عن المشتقات البترولية الصادر الأربعاء الماضي. ولجأ الجيش اللبناني إلى مداهمة محطات الوقود وصادر كميات المحروقات المضبوطة لإعادة توزيعها على المواطنين. يوما بعد يوم تتفاقم الأزمة اللبنانية ويتصدر التدهور الاقتصادي المشهد في البلاد في ظل محاولات لتشكيل حكومة تنتشل البلاد من أزماتها المتلاحقة. النقص الحاد في المحروقات دفع الجيش اللبناني للانتشار في المحطات في وقت تمسك حاكم مصرف لبنان المركزي برفضه إعادة الدعم لاستيراد المحروقات رغم اشتداد الأزمة التي حملت أحد المستشفيات الكبرى على التحذير من كارثة وشيكة. في غضون ذلك دعا الرئيس اللبناني ميشيل عون مجلس النواب إلى مناقشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية المستجدة واتخاذ الموقف أو الإجراء المناسب في شأنها. ومنذ أواخر الأسبوع الماضي أعلن مصرف لبنان بدء استيراد المحروقات التي كانت من بين المواد المدعومة وفق سعر الصرف في السوق السوداء الذي يتجاوز 20,000، بينما السعر الرسمي مثبت على 1,507 ليرات، مما يعني رفع الدعم عن هذه المواد الحيوية. حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اشترط التراجع عن رفع الدعم على المحروقات فقط في حال تشريع استخدام الاحتياطي الإلزامي، وهو نسبة مئوية تودعها المصارف الخاصة لدى المصرف المركزي مقابل ودائعها بالعملة الأجنبية، ويمنع القانون المساس بها. وبعدما كان الاحتياطي الإلزامي يتجاوز 30 مليار دولار قبل الأزمة المتمادية منذ عام 2019، قدر المصرف قيمة الاحتياطي الإلزامي المتبقي بنحو 14 مليار دولار إضافة إلى 20 مليار دولار كموجودات خارجية. اعلن التحالف العربي ان الدفاعات الجويه اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا اطلقته قوات الحوثي باتجاه مدينه نجران بالسعوديه، واكد التحالف اتخاذه كافه الاجراءات العملياتيه لحمايه المدنيين من المحاولات العدائيه، مشيرا الى استمرار محاولات قوات الحوثي العدائيه لاستهداف المدنيين والاعيان. أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي القبض على إرهابي بمحافظة نينوى، وذكرت الخلية أن مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين الذي عمل مع العناصر الإرهابية ضمن ما يسمى قاطع نينوى ولاية العراق، مؤكدة أن العملية جاءت بهدف تكثيف منابع الإرهاب وملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي. إلى أفغانستان، حيث أكدت وزارة الداخلية أن انتقالا سلميا للسلطة إلى حكومة انتقالية سيجرى بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء. وقال وزير الداخلية الأفغاني عبد الستار ميرزا كوال إنه لن يكون هناك هجوم على العاصمة كابول، وأن قوات الأمن تواصل تأمين العاصمة. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه حركة طالبان فرض حصار كامل على العاصمة وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية. كشف مسؤولون أمريكيون أن واشنطن بدأت في إجلاء دبلوماسيها من سفارتها في العاصمة الأفغانية كابول. وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء رويترز، فقد أوضحت المصادر أن عملية الإجلاء تأتي تنفيذا لقرارات الإدارة الأمريكية بإجلاء رعاياها، كما أعلنت بريطانيا أنها تعمل على حماية رعاياها ومساعدة موظفيها
على مغادرة أفغانستان. وأشارت رويترز إلى أن السويد أيضا بدأت في إجلاء جميع الموظفين من سفارتها بكابول، كما أفادت صحيفة بيلد الألمانية أن الجيش الألماني أرسل طائرات نقل إلى كابول وعلى متنها 30 مظليا لإجلاء موظفي السفارة ومساعديهم الأفغان. أعلن وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد أحمد إغلاق بلاده معبر تورخم الحدودي مع أفغانستان المجاورة، وذلك حسبما أوردته وكالة رويترز. وأضافت الوكالة أن ذلك يأتي في أعقاب إعلان حركة طالبان السيطرة على مدينة جلال أباد الشرقية والواقعة على الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى العاصمة كابول. أكد الاتحاد الأوروبي أن الأزمة التي تعانيها أفغانستان تظهر الحاجة إلى إصلاح سريع لقواعد الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي. وقال مفوض الاتحاد الأوروبي أن التطورات التي تشهدها أفغانستان من الممكن أن تؤدي إلى عودة أزمة الهجرة التي تشهدها أوروبا من عامي 2015 وعام 2016، مما أسفر عن إنهاك لأنظمة الأمن ورعاية الاجتماعية. Empowers part of my work, which is for other council formations. من جهته دعا البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى الحوار من أجل إنهاء النزاع في أفغانستان لكي يتسنى لشعبها الحياة في سلام وأمن واحترام متبادل. وعبر البابا للزوار في ساحة القديس بطرس عن القلق إزاء الوضع في أفغانستان، مطالبا بالدعاء حتى يتوقف ضرير السلاح ويتم التوصل لحلول عن طريق الحوار. e le soluzioni possano essere trovate. أظهرت الإحصاءات أن أكثر من 206 ملايين و 480 ألفا أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 4 ملايين و 523 ألفا و 498 وفاة. هذا وقد تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دولة ومنطقة، وجاءت الولايات المتحدة بالمرتبة الأولى بتسجيل 620 ألفا و684 وفاة، وبلغ عدد الإصابات 36 مليونا و774 ألفا و819 إصابة، تلتها الهند بالمرتبة الثانية والبرازيل في المرتبة الثالثة. تبدأ تونس اليوم الثاني من حملة تطعيم مكثفة ضد وباء كورونا. تستهدف الحملة نحو 800 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و39 عاما. وقالت اللجنة العلمية لمجابهة كورونا إن تونس استطاعت تجاوز المشكلة المتمثلة في عدم وجود كمية لقاحات بالعدد الكافي، مشيرة إلى أن كل الاحتياطات والظروف متوفرة لإنجاح حملة التلقيح الحالية. ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أنها سجلت 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقارنة ب 66 إصابة في اليوم السابق. وكانت هناك 24 إصابة محلية من بين الإصابات الجديدة، انخفاضا من 30 إصابة قبل يوم. ويعد هذا اليوم هو الخامس على التوالي الذي تتراجع فيه الإصابات المحلية الجديدة. سجلت روسيا 21624 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، بينها 1954 حالة في موسكو، مما يرفع مجمل الإصابات في البلاد إلى أكثر من 6 ملايين إصابة. وقال فريق العمل المعني بالتصدي لفيروس كورونا في روسيا أن 816 توفوا لأسباب مرتبطة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى أكثر من 170 ألف وفاة. وتتزايد الوفيات اليومية بكورونا في روسيا بعد أن بلغت الإصابات اليومية ذروتها في يوليو، وأرجعت السلطات ذلك إلى انتشار السلالة دلتا شديدة العدوى وبطء معدل التطعيم.
أعلنت الفلبين تسجيل 14,749 إصابة جديدة بكورونا، وذلك في ثاني أعلى زيادة يومية، مما يرفع إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد إلى 1,740,000 إصابة. وأعلنت وزارة الصحة الفلبينية أيضا تسجيل 270 وفاة، في ثالث أكبر زيادة في الوفيات بسبب الفيروس في يوم واحد، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 30,340 وفاة. أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو تسجيل 4,295 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في حصيلة يومية قياسية لليوم السادس على التوالي. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن الحصيلة التي تم تسجيلها اليوم أعلى بمقدار 229 حالة عن تلك التي تم تسجيلها في اليوم نفسه من الأسبوع الماضي. أعلن رئيس الوزراء هايتي أريال هنري حالة الطوارئ لمدة شهر جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد. وقال هنري أنه لن يطلب المساعدة الدولية حتى يتم تقييم حجم الأضرار، وكان الزلزال قد أسفر عن مقتل 304 أشخاص وتشريد الآلاف. لحظة من الرعب عاشها سكان هايتي بعد أن ضربها زلزال عنيف بقوة 7.2 درجة بمقياس ريختر، أعاد إلى الأذهان الذكريات المؤلمة التي عاشتها الدولة الفقيرة الواقعة في الكاريبي جراء زلزال عام 2010 المدمر. الزلزال الجديد وقع على بعد أكثر من 160 كيلومتر جنوب غرب العاصمة بورت أو برينس، وأعقبته سلسلة من الهزات الارتدادية، وتسبب في خسائر في الأرواح وأضرار مادية في مناطق مختلفة من البلاد قبل أيام فقط من وصول عاصفة استوائية إلى اليابسة. رئيس الوزراء فرض حالة الطوارئ لمدة شهر في البلاد بأكملها لتقييم الوضع في مجمله وحصر الخسائر التي خلفها الزلزال، داعيا السكان إلى التحلي بروح التضامن وعدم الاستسلام للذعر. ولا تزال هايتي البلد الأفقر في القارة الأمريكية تستذكر مأساة زلزال 12 يناير عام 2010، والذي دمر العاصمة والعديد من المدن وتسبب في وفاة أكثر من 200,000 شخص وإصابة أكثر من 300,000 آخرين، فضلاً عن تشريد 1.5 مليون من السكان. وبعد أكثر من 10 سنوات من هذا الزلزال، لم تتمكن هايتي الغارقة في أزمة اجتماعية سياسية حادة من مواجهة تحدي إعادة الإعمار. تواصل فرق الإنقاذ الصينية جهودها لإنقاذ 19 شخصاً محاصرين داخل منجب فحم جراء انهيار طيني في مقاطعة تشينغهاي بشمال غرب الصين، حيث كان هناك 21 شخصاً يعملون في المنجم وتم انتشال 2، أحدهما تأكدت وفاته، بينما لا يزال الباقون محاصرين. لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب آخرون في هجوم بقنبلة يدوية على شاحنة في ضواحي مدينة كراتشي الباكستانية. ووصفت الشرطة الباكستانية الحادثة بأنه عمل إرهابي، ولا تزال الشرطة المحلية وإدارة مكافحة الإرهاب تحقق للوقوف على ملابسات الحادث. وبحسب الشرطة لم يتضح بعد الدافع وراء الهجوم الذي وقع مع احتفال باكستان بعيد الاستقلال، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن. ذكرت الشرطة المجرية أن 8 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب العشرات في حادث انقلاب حافلة على طريق سريع مؤدي إلى العاصمة بودابست في الساعات الأولى من صباح اليوم. وقالت الشرطة إن الحافلة انقلبت لأسباب غير معروفة، حيث لا تزال التحقيقات جارية. Да, только. Ну, окей. Вот,
أحيت اليابان الذكرى 76 لاستسلامها في الحرب العالمية الثانية خلال حفل تعهد فيه الرئيس الوزراء بعدم تكرار مأساة الحرب أبدا، وقال إن اليابان لا تنسى أن السلام الذي تتمتع به اليوم مبني على تضحيات أولئك الذين لقوا حتفهم في الحرب. هذا وقد تم تقليص عدد الحضور بالحفل بسبب جائحة كورونا. صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يناير 2022. وأوضح المتحدث العسكري أن الشروط العامة للقبول تتضمن أن يكون المرشح ووالديه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون حسن السير والسلوك، وأن يكون لائقا طبيا طبقا لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبي العسكري العام، وأن يجتاز بنجاح الاختبارات النفسية والاختبار الشخصي، علما بأن أماكن سحب ملفات القبول بإدارة شؤون ضباط القوات المسلحة بكبري القبة بدأت من الأول من أغسطس وتستمر لمدة شهر. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن طرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه لتداولها بالأسواق. وقام المركز بالتواصل مع وزارة المالية التي أكدت أن كافة العملات المعدنية المتداولة بالأسواق كما هي بشكلها المتعارف عليه دون أي تغيير أو طرح لأي عملات معدنية جديدة. ونشدت الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى بلبلة في الرأي العام. أهلا بكم من جديد. أقيمت فعاليات المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج بحضور نحو 400 مشارك و33 كيانا مصريا بالخارج من 18 دولة حول العالم. ويهدف المؤتمر لقاء ممثلي الكيانات والمصريين بالخارج والاستماع لمقترحاتهم وسبل تنفيذها، وهو الأمر الذي يأتي تزامنا مع الإنجاز الذي تشهده الدولة المصرية في مختلف المجالات. وأعلن الرئيس السيسي انطلاق الجمهورية الجديدة، وتخصص النسخة الثانية من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج لدعم رؤية القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة والمشاركة في المشروع القومي لتنمية الريف المصري. حياة كريمة. كان مهم جدا ان احنا نتكلم مع الكيانات المصرية في الوقت اللي الدولة بتمر بيه بالكثير من التحديات، ولكن هي شغالة ايضا في المشروعات التنموية وجهود القيادة السياسية لتنمية قرى الريف المصري. كان لابد ان احنا نلبي احتياجات المصريين في الخارج في دعم هذه المبادرة الرئاسية. حجم المشروعات والطفرة الغير مسبوقة اللي تمت في مصر في كل المجالات وفي كل القطاعات اللي انا عرضته النهارده في مياه الشرب والصرف الصحي، ده واحد من المجالات، ده واحد من القطاعات، لكن عايز اقول لحضرتك الطفره دي طفره كبيره جدا، هي طفره تاخد عشرات بل مئات السنين عشان تتحقق في اي دوله. فمهم قوي النهارده صوت اعزائنا واخواتنا واهالينا المصريين في الخارج ان هم يوصلوا الكلام ده في كل مكان. المصريين في الخارج هم القوه الناعمه للترويج للبلد. النهارده بانضمام وزارتي السياحه والاثار كل مصري بره عايز يقول انا مصري، عايز افتخر بمصريتي، عايز افتخر بدولتي، عايز اوريها في ابهى صورها، وده الدور اللي بتقوم بيه وزاره السياحه والاثار متمثله طبعا في كافه قطاعاتها سواء هيئه التنشيط، ان احنا بنبتدي نطلع المشروعات اللي تمت في خدمه السياحه لتنشيط السياحه الوافده الى مصر.
فخور جدا ان انا بشارك في المؤتمر دوت، لان انا بنقل الصوره كبدوري في الامارات وبدور كل المغتربين على مستوى العالم كله ان هم سفراء غير رسميين لدولتنا الام وبلدنا الام اللي هي مصر. وفخورين جدا بالانجازات اللي عملها فخامه الرئيس في الست السنوات الاخر دول، انجاز غير عادي سواء كانت في البنيه التحتيه، في شبكه طرق مواصلات، في حياه كريمه، في كل المبادرات الرئاسيه اللي احنا بنفتخر بيها. بالنسبه للمشروعات اللي بتقوم بها الدوله، فهي في المرحله اللي فاتت دي قامت الدوله بمشروعات اعجازيه فعلا. كل المصريين في كل دول العالم منبهرين جدا بالمشروعات اللي بتقوم بها الدوله، خاصه مشروع حياه كريمه اللي احنا جايين النهارده نحضر مؤتمر دعم مشروع حياة كريمة، لأنه بيمس المواطن الأشد احتياجا وبيمس القرى الأشد احتياج وبيمس أهالينا وفي النجوع وفي القرى. تواصل الحكومة متابعتها المستمرة للموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقي ومشروعات التحول لنظم الري الحديثة. وأكد وزير الري والموارد المائية محمد عبد العاطي التحسن الكبير في عملية إدارة وتوزيع المياه وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع المؤهلة، نظرا لحصول كافة المزارعين على حصتهم من المياه. هذا وقد تم الانتهاء من تأهيل الترع بأطوال تصل إلى 2248 كيلومترا بمختلف محافظات الجمهورية، ويجري العمل في تنفيذ 6037 كيلومترا أخرى. تفقد مسؤول وزارة الري ومحافظة بورسعيد محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، وذلك لمتابعة مستجدات العمل بالمحطة ومعدلات التنفيذ الجارية. وأكد محافظ بورسعيد عادل الغضبان أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر تعد أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف في تاريخ مصر بتكلفة 1.2 مليار دولار. من جانبه أوضح وزير الري والموارد المائية محمد عبد العاطي أن محطة معالجة بحر البقر تنقذ بحيرة المنزلة من التلوث وتعيد إليها الحياة البحرية، وتستصلح 400,000 فدان في شمال سيناء من مياه مهدرة سنوية. تواصل القوافل الطبية فعالياتها بمحافظة البحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث قامت قافلة طبية بوحدة طب الأسرة بأم الحويطات بمدينة سفاجة بتوقيع الكشف وصرف العلاج ل 103 حالات بمختلف التخصصات الطبية. هذا وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي مدن وقرى محافظة البحر الأحمر. وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على منح إحدى الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر لأول ترخيص صادر من الهيئة بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر في السوق المصرية. وأوضح رئيس الهيئة محمد عمران أن ظهور منتج التأجير التمويلي متناهي الصغر في السوق المصرية سيسهم في زيادة معدلات الشمول المالي بصورة ملموسة للأنشطة الإنتاجية والحرفية في مختلف محافظات الجمهورية. هذا وتشير إحصائيات نشاط التمويل متناهي الصغر إلى أن عدد المستفيدين من خدمات تمويل المشروعات متناهية الصغر بلغ نحو 3,300,000 مستفيد بواقع محفظة تمويلية قدرها نحو 21 مليار و700 مليون جنيه. إلى البورصة المصرية التي سجلت مؤشراتها صعودا جماعيا بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب، ليسجل رأس المال السوقي مستوى 719.7 مليار جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30 بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى
11030 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 65% ليغلق عند مستوى 2889 نقطة، وسجل مؤشر EGX 100 ارتفاعا بنحو 56% مغلقا عند مستوى 3867 نقطة. وللمزيد من المتابعة والتحليل للبورصة المصرية ينضم إلينا عبر سكايب خبير أسواق المال أحمد سعد. بعد التحية في البداية، كيف ترى أداء البورصة خلال اليوم وما أهم الأحداث التي أثرت على التعاملات للبورصة المصرية اليوم؟ أهلا وسهلا بحضرتك. الحقيقة طبعا استحالة من التفاؤل في أخبار أشار عليها قطاع المال امبارح ومترتبها، اللي هو طرح شركة العاصمة حوالي 100 مليار إن شاء الله في الأعوام القادمة. يعني الشراء ملحوظ من المؤسسات العربية والأجنبية كل فئات المتعاملين، وبقى في نظرة مستقبلية للبورصة على أنها أداة من أدوات الادخار الفترة القادمة. يعني طبعا زيادة ملحوظة في زيادة رأس المال السوق حوالي 22 مليار من خلال الأسبوع الماضي يعني، ولكن النهاردة البورصة شهدت حوالي انخفاض طفيف في مؤشر السبعين على اثر اخبار بعض ميزانيات الشركات يعني في النتائج الربع الثاني. طبعا الافراد المهتمين بالمتابعه السريعه بداوا الاتجاه الى البيع طفيف يعني على اساس عمليات بيع جانب الارباح، ولكن ابرز القطاعات النهارده طبعا هو القطاع العقاري منافس حوالي 375 مليون، حوالي 25% من تعاملات السوق اثر الاخبار الايجابيه الكبيره يعني، ويلي قطاع البنوك حوالي 180 مليون حوالي 12% من تعاملات السوق يعني. يلي برضه قطاع الموارد الاساسيه برضه كان من القطاعات الممتازه النهارده منافس حوالي 139 مليون حوالي 9% من السوق. يلي قطاع الغذاء والمشروبات، ثم قطاع الخدمات الماليه في المصرف. اهم طبعا احداث ما ابرز القطاعات الرابحه خلال التعاملات واسباب الصعود من وجهه نظرك، وايضا القطاعات المتراجعه؟ والحقيقه طبعا القطاع العقاري هو الحصان الاسود بقاله حوالي اكثر من جلسه 15 على التوالي. نظره مستقبليه للقطاع العقاري في مصر حوالي يشهد يعني انفراج كبير ان شاء الله الفتره القادمه. طبعا الاخبار الايجابيه اللي صدرت امبارح بطرح شركه العاصمه الاداريه خلت في حاله من التفاؤل، خاصه من المؤسسات العربيه والاجنبيه بقى في نظره مستقبليه للقطاع العقاري في مصر غير مسبوقه يعني. واستقرار المؤشر في حوالي مستوى 10850 ده يؤهل ان شاء الله لصعود 11100، وان شاء الله الفتره القادمه نشوف ارقام كبيره في المؤشر. شكرا جزيلا لك الاستاذ احمد سعد خبير اسواق المال، كنت معنا عبر سكايب. انتهت الحكومة من تنفيذ 6720 وحدة سكنية بمشروع سكن لكل المصريين منخفض الدخل بمدينة أسوان الجديدة، وأشار وزير الإسكان عاصم الجزار إلى أن المدينة تضم كذلك الممشى النيلي السياحي والمسرح الروماني والخدمات المختلفة وغير ذلك من المشروعات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية الدولة 2030. بحثت مصر واليابان محفظة التعاون المشتركة، وذلك ضمن فعاليات توقيع المنحة اليابانية لإنشاء ملحق للعيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش الجامعي لعلاج الأطفال بالمجان. جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط مع السفير الياباني بالقاهرة لبحث تذليل أي عقبات قد تواجه المشروعات الممولة من الجانب الياباني لدعم رؤية الدولة التنموية. تناول اللقاء بحث مشروعات الشراكة المستقبلية المنتظر للاتفاق عليه خلال العام الجاري، حيث تسعى اليابان للمساهمة في دعم تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير قطاع النقل، بالإضافة إلى المساهمة في مشروع التأمين الصحي الشامل. وصلنا إلى نهاية نشرة الثالثة، لا يتبقى بها سوى التفتير بأبرز ما جاء بها من أخبار. الرئيس السيسي يؤكد الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة، خاصة على الصعيد الأمني والاستخباراتي. مدبولي يؤكد مواصلة خطوات الدولة نحو التحول الرقمي تماشيا مع رؤية مصر 2030.
مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا انفجار عكار وتدعو لسرعة اتخاذ الإجراءات لإنقاذ لبنان من أزماته. انتهت نشرة الثالثة. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.